لكن الملاحظ أن الفئات التي تنزح هي النساء والأطفال. نعم كريستيان، وبالتالي نسمع دوي ربما هناك قصف أو اشتباكات. كريستيان، نعم هناك أسمع دوي قصف من هذه الجهة من خلف تسابيح. نعم، هل أنت في نقطة آمنة بداية كريستيان؟ يعني نحن نتابع اللقطات بالصور، ولكن يهمنا التأكد من أنكم في منطقة آمنة كريستيان. يعني على ما نعتقد نحن في منطقة آمنة، لا يمكن تسابيح التأكيد بهذا الموضوع. بالنهاية نحن في مناطق، يعني مناطق حرب، مناطق يعني اشتباكات. على الأقل في هذه اللحظات في المباشر البقعة كريستيان. نظن بأنها آمنة وربما لا. على كل حال تسابيح، كنا نتحدث عن المدنيين. مسعى الرجال هنا إلى إخراج النساء والأطفال، إلى إخراج النساء والأطفال، لأنهم هم يفضلون أن يبقوا لينضموا إلى الجبهات خصوصا. طيب على ما يبدو أن هنالك متغيرات من حولك كريستيان في هذه اللحظات. صفرات الإنذار. نعم نعم تسابيح، الأكيد بأنكم تسمعون أصوات نسمع ونشاهد البعض يركضون لا ندري في أي اتجاهات على وقع الانفجارات التي استمعنا أعتقد لها. أعتقد في اتجاه نفق المترو، لأن نفق المترو بعيد عن حيث نحن متواجدون حوالي فقط 100 متر، يعني هو قريب جدا بالجهة خلف